ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج العقرب، يمكن من اكتر الابراج اللي اتطلبت فيه الموضوع ده، ان احنا ازاي نرجع برج العقرب رغم البعد. ان حصل انفصال، حصل قطيعة، حصل بعد، احنا كنا بنحب بعضينا جدا وفي الاخر حصل مشكلة، ايا كان المشكلة دي ايه. برج العقرب اكتر الاشياء اللي بيندم عليها في موضوع الانفصال او البعد لما يكون هو اللي تسرع بالبعد، لما يكون هو مداش الفرصة للي قدامه. وعندنا برج العقرب بيتسرع كتير، اذا عندنا في اسباب بتخلي برج العقرب يبعد. تعالوا اقول لكم الاسباب دي ايه، لان في اسباب متعلقة بانه يتسرع مرة واحدة ويرجع يندم على التسرع ده، وفي اسباب تانية متعلقة بالشخص الاخر. يعني الاسباب اللي بتخليهم يتسرع لان برج العقرب شديد الغيرة ودايما يحب حب الامتلاك، اذا لو لقى ان هو مش قادر يمتلك الشخص اللي قدامه بيبعد، لو لقى ان في حاجات تثير الغيرة والشكوك بيبعد. عنده موضوع الفرصة التانية بيكون صعب يديها الا لما يحس ان الشخص اللي قدامه فعلا يستاهل. فعلا يستاهل دي هو هيديها له لما انت تكون ليك شخصية قوية، مش انك بتجري وراه. انت جريت ورا شخصية العقرب وقتها ممكن يبعد عنك، لان هو من النوع اللي مش بيح او بيحس ب... ب... بان انت كده. لا، هو بيحب شخصيه تقيله، بيحب شخصيه واثق في نفسه جدا، بينجذب دايما للشخصيه دي. اما انت موضح له مشاعرك كلها وانك عايز ترجع وهتموت وي وي وي، ده بيكون بيعمل له لا مش هبعد. بس خلينا برضو نكون متفقين ان السبب ده بيخلي برج العقرب يندم بعد كده، ان فلان كان عايز يرجع وانا اللي سديت او قفلت الدنيا عليه. ففي اكتر، يعني من اكتر الابراج فعلا اللي بتندم، وكتير بيظلموهم، يعني كتير بيظلموهم. وبرج العقرب بيعلي في الموضوع ده، لو عادي مش هممنا وي وي. ناس كتير تقول لك برج العقرب بيبعد ومش هممهم، جامدين في بعضهم، قاسيين، مش عارفه في ايه. هم قاسيين لو الاسباب اللي انا هتكلم عنها، لكن لو سبب جاي نابع من شخصيه العقرب نفسه، بسبب تسرع، بسبب، وانت حاولت ترجع، او يعني لو حاولت ترجع او حاولت تصلح الحاجتين دول، برج العقرب بيندم عليهم ندم شديد، وهو اللي بيبقى بيحاول انه يرجع. مع اول ما يحس بيه حاجات اللي هنتكلم عنها هيبدأ ان هو يحاول كده يرجع لك، يرمي لك كده، يعني يرمي لك كده مواضيع، يرمي لك، يفتح معاك كلام، فهتلاقي من ده كتير. فدي هنا الاسباب اللي متعلقة بشخصية العقرب، وقلنا انه بيندم عليها. طب في بقى حاجات متعلقة بالطرف الاخر، او اسباب مثلا عند مشاكل ايا كان. طبعا العند والمشاكل وانك تعلي على برج العقرب، لا ده شيء قاسي جدا، ان انت تحاول ان انت يعني ان انت تتكبر عليه، ان انت تحسسه ان هو ولا حاجة، او ان هو يحس قدامك ان هو حد قليل، ان هو حد مش متميز، ان هو حد مش قوي. فبيبدأ ان هو يقل قوته او ثقته في نفسه، لما انت يلاقي ان انت مع اول ضغطة منك عليه برضو بيخليه ان هو يبعد. وده بيبقى انت اللي ساعدت فيه، لانه بيحس ان انت موقفتش معاه او موقفتش جنبه. الحاجة برضو التانية اللي ليها علاقة بالاهمية القوية، ان او ليها علاقة بالموضوع ده جدا، ان هو يحس ان الانسان اللي قدامه غدر بيه. الانسان اللي قدامه متعدد العلاقات، الانسان اللي قدامه مش مديله الاهتمام، مش مديله الحب. انت بتحبني حب نص كم، مش حب القوي. برج العقرب بيحب اللي يحبه بجد، بيحب الشخصية اللي تحبه قوي ويكون في حالة عشق، واحنا اتنين غير اي اتنين والكلام ده كله. فبيحب الحالة استثنائية، وبينجذب دايما لده. فعندنا ما حسش بده، فبيبدأ شعوره يقل 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 لحد ما بيبدأ برضو يختفي. عندنا برضو احنا قلنا الخلافات والمشاكل والعند والكبرياء في المعاملة، ده بيخلي برضو ان يحصل بعد او قطيعة او انفصال، ومع مرة في التانية. رجل العقرب يمكن محب لحريته اكتر، فما بيحبوش حد ان هو يضغى على حريتهم. يعني ما ينفعش ان انت تقفلي عليه، ان انت لا ازاي وازاي، كتر الاسئلة وانك تسأليه عن الماضي والتفتيش عن الماضي. هم برج غامض، برج غامض. يمكن رجل العقرب غامض اكتر من مرأة العقرب، مع ان هما الاتنين غامضين، بس رجل العقرب عنده غموض اسميه شراسة، يعني شراسة الغموض. ما بيحبش حد ان هو يفتش الا لو هو حابب يحكي. والله لبرج العقرب ده ممكن يحكي
من اول يوم ما اتولد لحد يعني عامه لو هم اللي عايزين يحكوا فبيحكوا، لكن ان احنا نفتش وراهم لا، سيبيه لما يحكي لك يعني مش ضروري. المهم فالحالات التفتيش ويحس ان في الحاله او الحاله العاطفيه دي فيها عدم ثقه، وده شيء هو ما بيفضلهوش ابدا، فبيبدا برضه يبعد لان بيحس كمان ان الشخص ده مش واثق في نفسه. الخيانه من اشد الحاجات اللي تخليهم يبعدوا في ثانيه في ثانيه. كمان حاجات كتير لما يحس ان انت بتلعب بيه، لما يحس ان انت عايزني ولا مش عايزني، ولا انت عايزني بس ادلعك فقط يعني، ولا انت عايزاني ادلعك بس، ولا برضو. وممكن يكونوا متسرعين، احنا قلنا الموضوع ده في البداية، فدي اسباب اللي ممكن تؤدي الى الانفصال. ايه اللي انا خليني ان انا اصلح بقى هو الشخص ده بعيد عني؟ طبعا احنا عندنا السوشيال ميديا بتقرب الناس كلها. عايز اوضح حاجة، ان برج العقرب ممكن يكون يعني عامل لك بلوكات السنين وبيراقبك، بيراقبك من المكان اللي انت ما تتوقعهوش يعني، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون هو بعد، وهو اللي بعد من نفسه، او المواضيع حصلت خليته انه يبعد. مش هيراقبك لمدة فترة قليلة، مش هحدد مدة، فترة قليلة بس، بعد كده هيرجع يراقبك. ليه؟ لانه عنده حالة من حالات حب الامتلاك، يعني يحب يشوف انت وصل بيك الحل ايه، انت بدأت تفكر في ايه، ارتبطت ولا ما ارتبطتش، الدنيا عندك ايه. اول ما يحس اصلا ان انت ارتبطت ممكن يشعل جدا عامة، بس احنا مش عايزين نعمل الموضوع ده، لانه هو هيشعل بس مش هيرجع، في فرق كبير، او مش هترجع. عايزين بقى ان احنا نصلح، نرجع، نعمل ايه؟ يبقى مبدئيا اعرف كويس جدا ان هو بيراقبك. اول حاجه ان برج العقرب اللي بيحبه النقاط الجماليه. النقاط الجماليه يعني ان انت تكون مهتم بنفسك، ان انت تكون شكلك افضل احسن، تهتم كتير بالالوان اللي بتلبسها، نهتم كتير بمظهرنا بشكل كامل، نهتم بتعاملاتنا مع الاخرين، يعني نحاول على قد ما نقدر نعلي من نفسنا، عزز من نفسك، تعامل بقوه، تعامل ان انت شخص ليك تقلك، شخص ليك وزنك، ان انت تكون شكلك شيك، مظهرك اتغير للايجابيه، حاول دايما تتغير للايجابيه والاحسن والرونق، مش اللي هو انا بغير كجواله بقى ودي، لا 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 مش اللي هو كده، هو عايز الشخص اللي يحس ان هو عاقل، يعني مظهرك بقى عاقل، تعاملاتك بقت عاقله، حياتك بقت فيها اتيكيت ورونق حلو. لما بتعمل ده بيبدا يقول لك ايه ده، تبقى انت ملفت جدا جدا للانتباه بالنسبه له، وده اول خط احنا هنلعب عليه. سواء هو بيشوفك بشكل حقيقي يعني قدامه مباشرة، او على علاقتك على السوشيال ميديا، نخلي مثلا صورة كده بس كل فين وفين انها تشوف شكلك. على فكرة ده الاسلوب اللي بيتبعه برج العقرب، ان هو يبدأ يوريك انا شكلي بقى ايه دلوقتي. فانت اعمل ده بس بعد فترة من الانفصال، بعد فترة من الانفصال مش على طول، بعد فترة. مع اول فترة انت ابدأ داري على نفسك بشكل، ما تنزلش حاجة على السوشيال ميديا، حاول انت ما توريش حد دماغك ايه، ما تقولش لحد انا عايز كذا، هو ليه بعيد، ما تسألش كتير، ما تسألش كتير، هيتجنن من عدم سؤالك، هيتجنن ان انت مش واضح، مش مبين اي حاجة. التزم حتة الغموض، يعني اول حاجة نقدر ان احنا نعملها موضوع الغموض. تاني شيء المظاهر الجمالية، انك تظهر كده مرة واحدة فجأة كأنك بتفاجئه، وابدأ اظهر بصورة، وابدأ اهدى جدا جدا، اظهر بتعامل او حاجة تبين فيها عمقك، مدى عمقك. عارفين كده لما بنلاقي بوست على الفيس ونقول يا على العمق ده، ونتريق على اصحابنا، طبعا انا بتريق عليهم بس مش على كله كده عامة، يعني نخرجش ورا المواضيع. فلازم يعني نكون ندي حاجة عميقة، وابدأ اختفي مرة تانية، انت ظهرت باختلاف وابدأ اختفي مرة تانية. صدقوني ده اللي بيجيب مع الشخصيات. انا بصوا يعني انا لو انا دارس برا وجوه عامة. فبرج العقرب تلتزم مع النقاط دي الحاجات اللي وبرج العقرب اللي بيسمع الموضوع ده ليك حق ان انت ترد في التعليقات وتقول ان يعني الكلام ده صح ولا، وايه كمان، لان صدقوني من اكتر الابراج المطلوبة عندي برج العقرب في المواضيع دي كمان. عامة الحاجة اللي بعد كده، ان برج العقرب هتتعامل معاه انك تطور من نفسك، تطور من نفسك مهنيا، تطور من نفسك شغلك ايه، تطور من نفسك ان انت تخلي ليك قوة، ليك تمايز، انك تنجح في موضوع، انك يكون ليك طموح زيادة. هيبدأ يحس ان هو انا كنت فين، هو انا خسرته، هو انا كنت انا اللي غلطان، هو انا اللي مش عارف ايه، يبدأ يسأل نفسه اسئلة كتير جدا جدا.
كمان يعني الموضوع ده هيسيره جدا. فابدأ ان انت فعلا علم من نفسك، علم من مستقبلك، ابني حياة جديدة لنفسك. طبعا انا مع ان اي حد يحصل فيه انفصال انه يبدأ يبص لحياته هو، مش يندم على اللي فات ويبكي على السنين واللي واللي. احنا حاليا بنتكلم على حبة مواضيع كده لحد النقطة دي، لما بتبص لطموحك واهدافك وي وي وانك بقيت وشك ينور مش عينك دبلانة، هيبدأ لو هو اللي سابك لحد النقطة دي، لو هو اللي سابك سواء عشان حب امتلاك او عشان مش عارف ايه، فبيبدأ ان هو يبقى عايز يرجع لك. هيرجع هنا النقطة دي اسهل، لانه هيندم ندم اشد اشد. يبدأ ان هو يحاول يتكلم، يحاول يلفت انتباهك بحاجة، يحاول يعمل حاجة، يحاول يقول لك انا باقي عليك جدا بس يمكن الظروف ومش عارفة ايه واللي واللي، فيلاقي بعض العذر يعني ويحاول انه يرجع. بعد كده النص التاني بقى اللي هو انبعد بسبب مشكلة كبيرة حصلت، بسبب حاجة. ابدأ ان انت تطور من نفسك وانجح وي وي. بعدين بعد الخطوة دي بقى ابدأ ان انت توضح او تفهم، ان يعني حاول ان انت تفهمه او ان انت توصله بطريق مباشر، بطريق غير لا هو بطريق غير مباشر افضل لحد النقطة دي، ان انت توصله ان انت اتغيرت، ان انت بتتعامل بمعاملة تانية. وطبعا المعاملات والحاجات اللي احنا قلناها في الاول ده بتثبت ان انت فعلا اتغيرت. احنا عايزين الفعل قبل الكلام. يوصل له بقى من طريق صديق مشترك بيننا، سواء من السوشيال ميديا، ما احنا لازم نستخدم السوشيال ميديا في المواقف اللي زي كده. بس اهم حاجة بتبقى السوشيال ميديا بتاعتك عبارة عن اطار حاجة، مش اللي هو انا ببكي على الليالي وبندم وزعلان وحب راح مني والجرح، مش كده. احنا بس بنستخدمها في الشديد القوي، غير كده يبقى اسلوب الاختفاء هو اللي ظاهر. انا ده توضيح مهم جدا، ده موضوع الغموض ده لازم يستمر معانا لحد اخر الدنيا. مع العقرب، مع العقرب لازم تكون غامض جدا. فهتبدأ ان انت توضح بطريقة غير مباشرة ان انت بقيت انسان جديد، بقيت ان انت اتغيرت. هيبدأ هو هيتجنن عشان انت بتثير انتباهه، عايز يشوف مين الشخصية الجديدة دي، انت اتغيرت ازاي كده، انت عملت كده ازاي. هو فيبدأ يقول هو انا اللي كنت السبب ان هو اتغير. فهيبدأ يغير ان هو بعد تغييرك الملفت ده انه حد تاني ياخدك على الجاهز. هيبدأ يبصلك اللي هو ازاي، ما ينفعش اضيعه من ايدي. فدي برضو نقطة تانية مهمة. النقطة اللي بعد كده بقى انك انت تكلم القلب. احنا خلاص احنا عملنا الغموض، بعد كده المظاهر الجمالية، بعد كده انك تبص لحالك ومستقبلك سواء نجاح طموح ايه، اتكلمنا على العقل. بس طبعا انا دي عندي اساسيات، ولكن باختلاف الطريقة والتعامل مع برج ايه. يعني كل برج كده وليه طريقة معينة او ليه نقاط معينة في ضمن الأساسيات أو العناصر الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها. بعد كده لقيت ان الشخص ده حاول ان هو يقرب، حاول انه يظهر شيء ملفت، حاول ان هو يعمل اي حاجة، وقتها انت ممكن ترمي كلمة، مش تروح تتكلم على طول، ترمي حاجة توضح ان الشخص ده هو باقي عليك، او ان احنا صديق مشترك يوضح ان الشخص ده على فكرة هو على قد ما زعلان منك على قد ما مش عارف ينساك، كلمة زي كده. لكن انت تروح تقول على فكرة انا بحبك جدا، مش حلو لرجل العقرب، مش حلو لمرأة العقرب. هتيجي معاك خلاص، هو كده خلاص هتيجي وتكون مبسوطة جدا جدا، هتجادلك شوية ولكن الدنيا هتمشي بعد كده. رجل العقرب صعب لما تروحي تتكلمي معاه او تقولي له انا لسه بحبك، وقتها ممكن الدنيا اللي احنا عملناه كله يضيع. فلا، لازم اللي هو عمل خطوة احنا نعمل خطوة، هو يعمل خطوتين احنا هنعمل خطوة برضو، هيعمل 10 خطوات احنا هنعمل خطوة برضو. فلازم ان احنا نكون يعني ماشيين بالمبدأ ده مع برج العقرب. لازم نبين ان احنا تقال، ان احنا مميزين حلوين والحاجات اللي احنا اتكلمناها، وفي نفس الوقت احنا بقى لينا شخصية وتميز، ومش اي حاجة توقعنا، واحنا غلطنا في حقنا جدا لما عملنا كذا، ولازم يكون عندك ده. ده ببساطة اسهل الحاجات اللي تخلي ان احنا يحصل رجوع لبرج العقرب، او ان برج العقرب يبدأ يفكر فيك مرة تانية. وعشان نكون واضحين، احنا قلنا ان برج العقرب بيفضل يراقب، ما بيراقبش، هيوصل لك بالنتائج اللي انت عملتها. الموضوع ممكن ياخد وقت مع العقرب. عامة انا بشكركم جدا وبتمنى ان انا اكون فدتكم، بس طبعا لو حصل حاجة فيها ضرب الجزم اكيد مش هيحصل فيها رجوع، ممكن يبقى عايز يرجع، نفسه يرجع، لكن رجوع حقيقي مش هيرجع لو حصل ضرب قوي او مشاكل عنيفة يعني، او حاجات عنيفة بحكم الشخص والتنشئة الاجتماعية دي، وقتها احنا نقدر نتحكم فيها.
بشكركم جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.